اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. كريم سعيد، ازيك يا كيمو؟ ازيك يا بسلام؟ الحمد لله. لعبت النهائي ولا لسه؟ لا والله لسه. لسه هتأجل بعد رمضان. هم تقريبا عايزين يعملوه ساعه الفطار. ساعه الفطار كده كده اصله هاني هيتغلب، خلي بالك كده كده ملهاش حل. ايمن جلبرتو، ازيك يا ايمن؟ ازيك يا بسلام؟ امورك ايه؟ الحمد لله. مالكش انت في التنس؟ انا بلعب سكواش. سكواش او بدل؟ لا ما لعبتش بدل، بس كنت بلعب سكواش زمان وانا صغير. فعلا؟ اه كنت رابع جمهوريه لحد لا ايمن في دي. في دي غريب، انا بلعب بايدي اليمين وبرجلي الشمال. داخلين على نهائي كاس مصر وحدث كبير طبعا. لما نحب نتكلم عن مباراه اهلي والاهلي وانبي نقول ايه؟ والله يا كابتن بص، حاجه غريبه والله. يعني بجد حاجه. هتلعب ولا مش هتلعب دلوقتي رسميا؟ هيتلعب. الحاج عامر حسين المسؤول الاول عن اقامه المباريات في مصر اوكي قال انا ما حدش كلمني على تاجيل، يبقى هتتلعب. ده معناه ايه؟ لا وخلي بالك ده معناه ايه؟ ده معناه ده الارض ده خطير. معسكر 12 خطير جدا. 12 12 مارس والمباراه محضر لها 15 مارس. والخبر اللي طلع من مصادر في اتحاد الكوره ان تم الاتفاق مع الكابتن حسام حسن على الغاء المباراه ارضاء له. ده الكلام الرسمي اللي نزل. الغاء ولا تاجيل يعني؟ تاجيل وتاجيل يعني قصدي الغاء في اليوم ده يعني. الحاج عامر بيقول لك لا انا ما اعرفش حاجه عن الكلام ده. ده معناه ان في ايه؟ في حد ماشي كده؟ في حد ماشي كده؟ لسه يمكن لم يتم الاجتماع مع الحاج عامر حسين مثلا. ازاي يا كابتن اسلام؟ ده ما بين الخبر ونفي من الحاج عامر بنتكلم في اسبوع. لا ممكن وكريم بيتكلم يعني استعرض معانا الصور. اتفرجنا كده شباب. بص يا كريم يعني تاريخ الجدول نزل المباراه اهي في رمضان 9:30 يوم 15. ده الجدول لما نزل الاهلي وانبي في الاخر تحت يا كابتن اسلام. 9:30 نخش على اللي بعده. ده بيان رابطه الانديه المحترفه، بيان رسمي ان اخر مباراه يوم 12 مارس قبل توقف الاجنده الدوليه عشان يساعدوا كابتن حسام. تمام. اللي بعده تصريح هو كابتن عامر حسين لم يصلني اي قرار او اي طلب بالتاجيل. الرابطه نشروا الجدول وما حدش طلب مني التاجيل والماتشات هتتلعب والدنيا زي الفل. تصريح من الحاج عامر حسين. اللي بعده تصريح برضو كابتن عامر حسين اهو يعني تكمله التصريحات عضو مجلس اداره اتحاد الكوره ان مفيش حاجه هتتاجل. طب نخش على اللي بعده. اخر حاجه معانا كابتن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكوره بيقول اعتقد ان المباراه هتتاجل. طب يعني اعتقد ده يعني معلش هو كابتن علاء دخله ايه في القصه؟ رايه يعني. رأيه لا هو منصب رسمي مدير الفني اتحاد الكوره. مش بتاعته بس هو بيقول رايه يعني. هو جت عليه يعني صح؟ من حقه يقول رايه. بس في اكيد حته ايه؟ انت النهارده بتتكلم في نقطه ما فيهاش معلومه يعني مفيش حاجه مؤكده والرابطه ماشيه في اتجاه واتحاد الكوره. هل يمكن للرابطه ان تؤجل مباراه بدون الاجتماع مع الحاج عامر حسين؟ لا ما ينفعش. امال ايه؟ ما ينفعش. لازم القرار يطلع من اتحاد الكوره والرابطه مش منوطه بان هي تاخد قرار دون العوده لاتحاد الكوره. حتى برضو زي ما الاستاذ احمد دياب طلع قال على في الاول طلع اتكلم ان سيستم الموسم الجاي زي الدوري البلجيكي هوب حصل عليه هجوم. لما حصل عليه هجوم طلع عليه مقترح. دي كانت مقترح. ده كانت فكره. انا كنت بقول رايي. فهي فكره في حته ايه؟ احنا بنخش في موضوع البالونات. يعني وواضح كمان ان الناس مش ماشيه على ما يعني الناس اصلا مش مسيستمه مع بعض. رايحين جايين. ده ما ينفعش يظهر قدام الاعلام ولا قدام الجمهور. يعني احنا بنتكلم على اداره الكره المصريه. لو الكره المصريه بتدار بالشكل ده فامانه احنا يعني واصلين لنقطه سيئه جدا يعني. وبعدين حضرتك رايحين جايين. انا في الاخر انا كمدير فني بتكلم هنا عن النادي الاهلي. انا عايز اعرف انا ايه اللي هيحصل يوم 12 يوم 15. يوم 12 عندنا في مباراه مع البنك الاهلي. لا يعني قبليها كمان في مباراه 12 اللي هي البنك الاهلي ويوم 8. فانت بتعد اصلا فريقك وفي احمال وفي هترجع من سفر عشان عندك ماتش يوم 12 يوم 15. ما ينفعش على انه يبقى في مباراه ثاني يوم رمضان. يعني ثاني يوم ايام رمضان غالبا هيبقى 12 ده ثاني يوم ايوه او اول يوم أو كمان حسب ممكن اول او ثاني ممكن اول او ثاني. فتخيل انت اول يوم تلعب ماتش 9:30 بالليل بعد اول يوم فطار ومش عارف كمان اصلا ماتش بتغير من طريقه حياتك مش عارف. لا هو الفكره كلها رابطه الانديه نشرت ان احنا هنأجل مع الكابتن حسام حسن عشان خاطر ده الاتفاق يوم 12. طيب ايه اللي يخلي ان الرابطه ما عملتش اللينك مع اتحاد الكوره؟ يعني مين اللي هيعمل لينك؟ واضح ان في حاجه يعني واضح في مشكله جزر في حاجه مش لا هم ما بيتعاملوش مع بعض. واضح كمان طبعا 100%. واضح كمان ان كل واحد حابب. هل بدات الانتخابات بدري يعني تقصد؟ ممكن
ممكن وممكن لا. وكمان في ناس بتحب انها تظهر قدام الجمهور وقدام الاعلام ان انا اللي باخد القرار ده قراري. لا بس هو مش يعني طيب بس هو رسميا ده المفروض يبقى قرار مين؟ اتحاد الكوره، مجلس اتحاد الكوره، المجلس صح؟ طب اوكي. لكن لم المجلس بقى لم يخرج قرار من مجلس اداره اتحاد كره القدم حتى الان. لا يعني بخصوص مباراه الاهلي وابن. لا مفيش. لا بالتالي كل الكلام اللي احنا سامعينه هو كلام هو اراء رسميه. انا اول مره اقول يعني اراء رسميه، ما اعرفش حاجه. حلوة. اراء رسميه يعني، اراء رسميه يعني مسؤول رسمي بيقول راي. ايوه عشان تيجي تزنوه يقول لك هو مش قرار، ده كان راي. ازرعت في الانديه الدوري اخر. هنقفل الحلقه دي يا جماعه. خش اقفل الحلقه، اقفل يا برجاوي، اقفل يا عم الحلقه دي. حلوه دي والله. اراء رسميه. لا ده رايي مش قرار. مش قراري، هي قرار الاداره. هو ده حاجه كده يعني. ما ممكن غبايه طبعا اكيد يا كابتن سامي. دلوقتي يقول لك ايه، كله مركز مع الاهلي والزمالك من الجمعه. لكن اول ما الماتش هيخلص خلاص هيبدا بقى الازمه يا جماعه. الماتش ده يعني خلي بالك احنا كلنا فعلا مركزين في ماتش الاهلي والزمالك. خلي بالك كابتن الحاج عامر برده طالع بيتكلم. انت عارف الحاج عامر عن طريقه، عنده اسلوب في يوصل بيه معلومه، فيقول لك ايه الماتش، لا انا ما حدش بلغني. انت فاهم قصدي؟ برده هو ذكي جدا. لا هو ذكي جدا، بيعرف يرمي. هقول لك ايه، بيعرف يرمي الكوره. هو عنده حق، خلي بالك. طبعا مليون في الميه، هو الراجل منوط ان هو يحط الجدول، لازم يتم التنسيق معاه. بالظبط كده، واضح كمان محدش اتكلم معاه. فانت النهارده انا اسف، يبقى انا بالنسبه لي الموضوع انت عايز الحاج عامر حسين يخش على يلا كوره عشان يعرف الخبر ويروح ينفذ؟ مستحيل يعني. ازاي يعني؟ ما هو برده في نقطه احترام للراجل يعني برده. انا هاخدها من حته ان محدش اتكلم معاه ومحدش نسق معاه. فلا هو طبعا يحق له انه يطلع يتكلم بالطريقه دي ويقول لك طب انا مش هاجل. انا النهارده ممكن يقول هو نفسه يقول لك انا عندي مشكله، ولو اجلت الماتش ده على مسؤوليتكم. ليه؟ لان انا الجدول عندي مضغوط لغايه 15/8، وان الاجنده دي اجنده الميعاد اللي احنا اصلا مش عارفين هنفنش فيه الدوري ولا مش هنفنش. زود 4 ايام يبقوا 19/8، مش هتفرق. ونحط عليهم شهر. ده قرار مش ده رايي سوري، مش قرار يعني، انا حسب الظروف. طيب برضو في ظل اهتمامنا الكبير يا ايمن بمباراه الاهلي